الطبيعي أن يكون الحضور في المعرض بوتيرة معينة وبإيقاع معين، وهو إيقاع الإنسان الذي يكتشف، لأن بدايات المعرض تفترض دائما أن الذين يأتون يبحثون ويحددون مواقع الأماكن التي توجد فيها الكتب التي يرغبون في اقتنائها والدور التي أو العناوين التي يبحثون عنها. ويمكن أن نشبه المعرض بصورة عامة بمتاهة، جميعا نتجول فيها، بعض الأحيان نصطدم مع كتب لا نتوقعها، بعض الأحيان نذهب إلى كتب نبحث عنها، وبعض الأحيان نلتقي بكتب متحركة، يعني أصدقاء وكتاب ومفكرين وشعراء ومشتغلين في حقول مختلفة للمعرفة، وهذا الشيء الإيجابي في المعرض. أنا بالعكس العامة ممكن أن يكون جولة، ولكن في الحالات الخاصة المرتبطة بالباحثين والطلبة والتلاميذ والأساتذة والموظفين أيضا والشعراء والكتاب والمبدعين، هو ليس جولة بقدر ما أنه بحث عن أشياء يرغبون في أن يحصلوا عليها. ولماذا؟ لأن حين ينتهي المعرض هذه الكتب التي نقتنيها نتفرغ لقراءتها والبحث فيها. العامة أكيد لابد أن يخرج بكتاب أو بكتابين، وهذا شيء إيجابي، لأن المعرض رأى أكبر تظاهرة ثقافية تحدث في المغرب سنويا، وهذه التظاهرة تعطينا يعني صورة على طبيعة التحولات التي تحدث في مجال النشر، في مجال التوزيع، وكذلك في مجال التظاهرات الثقافية، لأن لا تنسى أن المعرض فيه قاعات ممتلئة بالمحاضرات وبالندوات وباللقاءات، والجمهور فيها متحرك وليس جمهورا قارا. النخبة المثقفة استقالت منذ مدة، وكتبت هذا وتحدثت عنه مرارا وحللته وناقشته على مستويات مختلفة، المستوى السياسي الاجتماعي ومستوى الانخراط في المجتمع، ولعب دور المثقف الذي يكون مشارك في المبادرة لم يعد موجود بهذه الصورة. لكن المثقف قد تجده متخفي هنا في المعرض فقط لاقتناء الكتب، وكأن الثقافة أصبحت نوع من العزلة. هذه العزلة في القراءة مقبولة، العزلة في الكتابة مقبولة، ولكن لا بد أن يكون المثقف مشارك فيما يجري في المجتمع من خلال الكتابة في الإعلام وفي الصحف وفي تنوير الرأي العام، لأن مفهوم التنوير هو الانخراط في المجتمع، هو هذا المفهوم العضوي الذي أشرت إليه قبل قليل الذي لم يعد موجودا عند عدد هائل من المثقفين.